اليوم جينا نحضروا مع سونيا نقادي في الخسانه ديال ودهيوري، نشطوا شويه ونباركوا ليها ونشطوا معها شويه ونعيشوا مع هذه الاجواء. اولا شكرا لالا بلوس مجله الحبيبه، وانا جيت فرحان لبيت العرضه ديال اختنا سونيا بهذه المناسبه ديال فرح بوليدها، الله يكملها بالخير. واخترت هذا اليوم، اختارت هي هذا اليوم في الاسبوع اللي هو يوم الخميس نظرا للاشغال بعض الفنانه اصدقاء ديالها. فانا جيت من مراكش، واخا نظرا شويه كاين شويه البرد عيان شويه بالنيف ديالي وسميتو، لبيت هذه الدعوه هذه والله يكملها بالخير وليده وشكرا لكم. جينا نفرحوا اليوم في هذه الاجواء المغربيه، لان كيعجبني حضارات بحال هذه تكون فاميليال. غادي نفرحوا بيوري لو بيتي طهرة ديالو، سونيا حتى هي اللي هي صديقه ديالنا، اللي الحمد لله اول ما جات من السفر ديالها وسافرت المغرب كانت ماكيات لي انا وصفاء غلاف مجلة، وكيعجبني شنو كدير، ونهار كبير نتلاقاو معاها في المناسبة بحال هذي. جيت عند لالا سونيا معروض وخدام، معروض شنو معروض؟ جالس مع الناس غنتعشى ونوض نغني، لا بدنا نغني ولكن بدون مقابل، حنا نجيبوا لها كادو.